على الساعة السابعة لحفل مصغر لأجل تكريم الأستاذة فاضلة. يعني ارتئينا أنه يكون واحد الجمع الموظفين والناس الأقارب والإدارة والناس اللي الأقارب اللي يمثلوا المجتمع المدني والجمعيات الفعالة في المساء قبل ما يكون الحفل الأكبر في مدينة الثقافة. نلتقي اليوم وقلوبنا مفعمة بالمحبة والصدق والوفاء والأخوة بمناسبة الاحتفاء بسيدة كبيرة فاضلة ابتسام بوريامشي. إخواني، أخواتي، زملائي، أصدقائي، أحبابي، عائلتي، أبنائي، تلاميذ، أهل أسف الكرام، بكل الود والحب والإخلاص أتقدم لكم باسمي بأسمى عبارات الشكر والتقدير والامتنان، وأهديكم أزكى التحيات وأجملها وأنداها وأطيبها. أجدني في هذا الموقف وفي هذا المقام الجياش بالمشاعر عاجزة عن أي تعبير. كما قال الشاعر: أبحرت في بحر الكلام لأقتفي أحلى كلمات وأحلى الأحرف، لكنما الأمواج أردت قرابي فتحطمت خجلا جميع مجالفي. لو أني أنشدت ألف قصيدة لوجدتها في حقكم لا ولن تفي. شكرا لكم، يرعاكم رب السماء، ستظلون على عرش فؤادي إلى أن أنطفئ.